Hello friends and welcome to the Troll Traveler video vlogger. With a pinch of history, I'm taking you to a place famous for flamenco, mezquita, and the biggest tortilla on earth, mamma mia. Oh no, that's Italian. Anyways, it is Córdoba. I went there with my dad because not only I love dad jokes, but he's a free guy 24/7. We took the train from Malaga to Córdoba that was really fast. And in case you don't know, Muslims lived in Andalusia for 8 decades, led by Tariq ibn Ziyad, who conquered South of Spain. This was the view, and this was my first impression, a little girl in a flamenco dress. Babe Bahar, is that you? So this is the Roman bridge. استمعوا إلى صوت النهر خرير المياه. Muy caliente. Caliente, yeah? Normal موبي. عطينا توا قرطبة وقتاش دخلوها المسلمين؟ يعني قرطبة معناها وقت اللي دخلوا المسلمين بقيادة طارق بن زياد. طارق بن زياد على جنيبة البلاد. هذايا متاع العدو أمامكم والبحر وراءكم. ما يقال في المسألة هذيك. وبعد اعطى سريه معناها يعني وش هي؟ من مجموعه من الجنود فرقه بقياده مغيث الرومي اللي استولى على قرطبه يعني معناها قرطبه هي تفتحت سنه 1710 ميلادي وبعد استيلاء العباسيين على الخلافه عبد الرحمن الداخل فر من الشرق وجاء للأندلس و ولا عبد الرحمن الخارج أصبح عبد الرحمن الداخل مستولى على الأندلس وفي وقته هو معناها اتخذ قرطبة كعاصمة وسمى نفسه خليفة زادة باعتبار أنه يعتبر روحه هو وريث الخلافة الأموية وطبعا في الفترة هذه كان معناها قرطبة أصبحت العاصمة بتاعه في عهده ازدهرت قرطبة وأصبحت معناها فيها حضارة وتطور كبير في الأندلس. و مش هز غراسياس عبد الرحمن الداخل بر لا ترابخار إن قرطبة فما شكون حد آخر إيه؟ بعيد يبالي كإيدا معي أنا بيطبع شو اللي ضربت المرأة؟ سوري سوري انت تبع بالخريطة وانا نتبع بالجوجل مابس سالوت از لايك اول فيريا دي نوسترا سينيورا دي لاس ميرا 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 ميرا